إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن آيات الله سبحانه وتعالى في الأرض لا تعد ولا تحصى. لمن أعطاه الله عز وجل بصرا نافذا وبصيرة مرتبطة بالله عز وجل، فإن الإنسان العاقل والمؤمن ينظر لكل حركة في الكون بالنظر الإيماني ويزنها بالميزان الشرعي حتى يأخذ العبرة، لا كما يفعل الكافرون الملحدون الغافلون عن الله وآياته، فإنهم يمعنون في تفسير الآيات الربانية تفسيرات علمية قد لا نخالفهم فيها، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، أصيب الشعبان التركي والسوري في الأسبوع الحاضر بزلزال قوي وعنيف لم تعرفه الأرض منذ زمن طويل، زلزال وقفت دولة تركيا مع قوتها عاجزة عن مواجهة آثاره وعن انتشال الجثث والضحايا والمصابين من تحت الأنقاض التي هوت في ثوان معدودة بإذن من الملك وبأمر من الملك سبحانه وتعالى. ليس سهلا أن يحرك الله عز وجل ما يزيد عن نصف دولة تركيا 3 أمتار تحركت في الجنح والجنوب الغربي 3 أمتار في ظرف ثوان معدودة، كما نقلته عدسات الكاميرات وصور الوكالات. انتقلت تركيا من موضعها إلى الجنوب الغربي 3 متر في ثوان معدودة. انهد بسببها آلاف المباني، انهدت آلاف المباني. وفي حصيلة أعلنت عنها تركيا قبل قليل قارب عدد الأموات 19,000. الآن 19,000 من الموتى حسب إعلان رسمي قبل قليل. أما سوريا فإنها تركت تبكي حالها لوحدها لتواطؤ العالم الغربي مع
الاستدراك الان الحصيله يقولون قرابه 4000، لكن اغلب الناس تحت الانقاض في اباده وتخلي عالمي عن اطفال ونساء ورجال تحت ركام المباني، وكانهم ليسوا بشرا، لتنكشف المنظومه العالميه المستبده الظالمه الحقوده على الاسلام والمسلمين في كل مناسبه. علينا يا عباد الله ان نتامل في هذه الايه، فانها ليست حدثا عابرا، ولئن كان زلزال المملكه المغربيه في الحسيمه في 2004 شديدا على المغرب وعلى دولة المغرب وعلى الشعب المغربي، فإنه لم يخلف من الضحايا إلا قرابة 620. تزلزل المغرب كله بزلزال الحسيمة. الآن تركيا 19000 وسوريا 10000، ولسنا ندري أين يتوقف عداد إحصاء الأموات والمصابين. هذه آية ربانية، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عباد الله، إن الزلازل من علامات الساعة الصغرى، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال ويفيض. وهذه الزلازل من حكمها أنها رسل من الله، يخوف الله عز وجل بها عباده. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سيدنا جابر بن عبد الله أنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، وفي رواية: هذا أهون. الله تبارك وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول: إن الله يخوف الناس عفوا، ويقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في عهد عبد الله بن مسعود رجفت الكوفة، رجفة زلزلة، فقال: يا أيها الناس، قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي اطلبوا منه أن يزيل عتبه عنكم بترك الذنوب والتوبة النصوح. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. فعلى المسلم أن يتعامل مع هذه الأحداث على أنها رسل من الله، خلقها وخلق لها أسبابها وخلق لها نتائجها سبحانه وتعالى. والمؤمن الصالح يصبر ويحتسب
وإن كان عاصيا فإنه يرتدع ويعود إلى مولاه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. هذه الزلازل يا عباد الله لا نجزم بأنها عقوبة لكل أحد، لا نجزم ولا نتألى على الله فنقول كما يقول بعض المتسرعون إنها عقوبة لكل أحد. لا، قد تكون عقوبة، قد تكون عقوبة لأناس لقول رب الناس سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولقوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولقد زلزلت الأرض في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاروق هذه الأمة، كما روى ذلك الإمام البيهقي بسند صحيح. زلزلت على عهده حتى استفقت السور، حتى درم عنك المتاع كيضرب بعضياته. فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. يقول: فعلتم ما يستوجب غضب الله، فلئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وقد يكون هذا الزلزال ابتلاء لقوم صالحين لم يفعلوا ما يستوجب العقوبة، والله تبارك وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر إيمانه. فلا ينبغي أن نجزم بأن البلاء هو علامة على الشقاء، وعلامة على المعصية، وعلامة على البعد عن الله. لا، كثير من الناس يقول هذاك صاب كونسير حيت كيدير، هذاك عمى حيت كيدير، هذاك عرش حيت كيدير، الله عز وجل ما كيطلبش. لا، غلط. إذا كان هذا الذي يقال عن عباد الله في هذا الزمان، فماذا نقول عن سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي ابتلي بلاء شديدا بغير ذنب ولا جريرة، لكن الله ابتلاه ليرفع قدره سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بأهل الزلازل أنه يصطفي بسببها الصالحين فينزلهم منزلة الشهداء. روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون لطعن، قتل بطعنة في جسمه. المطعون هو الذي ما مات بالطاعون، استغفر الله، مات بالطاعون. والمهدوم المطعون والمبطون، المطعون الذي مات بداء البطن، والغريق الذي مات بالغرق،
وصاحب الهدم الذي مات بالهدم ومنهم أصحاب الزلازل. قال: والشهيد في سبيل الله. ومع ذلك لا ينبغي أن يتسرع فيحكم لكل من قتل به بطاعون أو ببطن أو يعني غرق أو بهدم بأنه شهيد، بل حتى الذي قتل في ساحة المعركة في الجهاد في سبيل الله لا ينبغي أن يحكم له بعينه بالشهادة. إما أن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو نقول نحسبه عند الله من الشهداء. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد. فقد يموت الإنسان في الجهاد في سبيل الله، يقاتل في جيش المسلمين ضد جيش الكفار، ومع ذلك لا يكون من الشهداء. ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل كان يقاتل مع رسول الله، فلما مات أحسن الصحابة به الذنب، فقال النبي: هو في النار. فلما بحثوا وجدوا أنه أصيب إصابة في الجهاد، فاستثقل هذا الألم، فيعني وضع سيفه واتكأ عليه بصدره فانتحر فمات، فكان في النار عياذا بالله. لا يبقى الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان. قل نرجو أن يكون شهيدا، نسأل الله أن يكتبه في الشهداء. ماشي يعني اللي يجبك تسمي شهيد وتعين له التكيتة ديال الشهيد، الله أعلم من الذي مات عليه، حتى لو مات يجاهد الكفار، الله أعلم بمن من الذي ختم الله عز وجل به. كما أن العاصي لا نجزم له بالنار، لكن نطمع في عفو الله له، وما كندوي عن المسلم ماشي غير المسلم، نطمع في عفو الله له ومغفرته له، ولا نجزم له بنار ولا بعذاب. لا ندري. وينبغي عند وقوع الزلازل وغيرها من آيات ربنا العظيمة الجليلة أن يجتهد الناس في التضرع إلى الله بالدعاء. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، إن الزلازل تذكرنا بنعمة من نعم الله غفلنا عنها، وهي نعمة أن جعل الله عز وجل هذه الأرض ثابتة مستقرة ننام عليها ونمشي عليها ونضع عليها أمتعتنا ونبني عليها بنياننا، وهي ثابتة. قال سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. لولا نعمة الله ما استقرت هذه الأرض. وقال سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال يعني الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آية الآن غادين وجايين لا نلتفت، لكن شوف هذه الزلزلة التي وقعت لإخواننا تذكرنا بهذه النعمة. وينبغي كذلك أن تذكرنا بنعمة عظيمة تكلمنا عنها في الحصص الماضية، وهي نعمة زلزلة يوم القيامة، وقد تحدثنا عنها بتفصيل.
فاللهم تقبل الموتى في الشهداء، اللهم تقبل الموتى في الشهداء يا رب العالمين، وعاف المرضى ويسر سبل إخراج المصابين من تحت الأنقاض. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم سلمنا من المصائب من المصائب والزلازل والآفات يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب، اقض دين كل مدين، واشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم رد بالمسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين الى دينك مردا جميلا، جلالة الملك امير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه لكل خير واعنه عليه، اللهم سدده في قوله، سدده في عمله، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، أقر اللهم عينه بولي عهده وبصنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.